أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن، والسؤال هو: ما وجه الاستدلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للجن في هذه الآية؟ الأدلة من الأحاديث والقرآن أيضا، وأنه كان قال سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم ذكروا ما يفعله قومهم من الشرك ومن تبرأوا من ذلك. وقال تعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا دليل على أن الرسل من الإنس، وأن الجن تبع للإنس، والرسل يكونون للإنس وللجن وهم من الإنس. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وجاء الجن إلى رسول الله، جاء الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم موعدا، اجتمعوا وذهب إليهم صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فهو مبعوث إلى الجن والإنس بلا شك. نعم.